السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف أهم الامتدادات اللي موجودة في برنامج الرفت اللي أنا قلت له أوبن. بلاقي إن هو بيظهر لي أربع امتدادات RVT، ده ملف المشروع نفسه، يعني ده كله RVT، ده RVT المشروع نفسه يبقى RVT سواء معماري أو إنشائي أو كهروميكانيكال. ال RFA ده عبارة عن فاميلي. الفاميلي عبارة عن إيه؟ الفاميلي عبارة عن زي بلوك زي دي كده فاميلي، يعني هتبقى ترابيزة زي ديت، هتبقى مثلا مخرج هوا زي دوت أو سبرينكلر. فده عبارة عن بلوك بس يكون سمارت. طيب بعد كده بنلاقي امتداد خاص بالأوتوديسك اسمه ايه دي اس كي، ده امتداد بين البرامج عشان تبدل بين برامج أوتوديسك. عندنا امتداد اسمه ار تي اي، ده عبارة عن ايه؟ التمبليت بتاع الملف الريفت. يعني ايه تمبليت؟ يعني ملف ما فيهوش شغل بس فيه الاعدادات مظبوطه، الاعدادات بتاعه الالوان بتاعه الليارات بتاعه الفي في، الاعدادات مثلا عدد الليفلات اللي انت متعود انت تشتغل بيها، الفهم الاساسيه اللي معاك في كل مشروع. هو ملف فاضي بتبدا بيه الشغل بتاعك بدل ما تبدا بملف وتقعد تاخد فتره على ما تصلح الشغل بتاعك. طيب في امتداد تاني برضه في الفاميليز، لما بقول له نيو بيجيب لي RFT Family Template File، ده ملف لو انت عايز تعمل Family من الاول خالص فبتلاقيه بالشكل دوت، بس بيحط لك بس بعض الحاجات اللي تسهل عليك. يعني لما تفتح الفاميلي تبقى فاضي خالص، في بس بعض الخطوط اللي تسهل عليك الشغل. يعني مثلا لو انت عايز ترسم باب فهو بيحط لك مثلا انها تبقى وسط على الحيطه، فبتلاقي الامور سهله معاك. طيب تعال نشوف القاموس بتاع البيم. اقول له مثلا ان انا عايز امتداد RVT، فتعال نشوف حرف الار. ممكن تعمل سيرش من تحت، مثلا عندنا RFA RFT وهكذا. خلينا نفتح مثلا RFT، لو دخلت في الاثنين في 2 هتلاقي بقيه الامتدادات. RVT هو اللي احنا عايزينه، هتلاقي كل الاختصارات اللي انت عايزها. لو في حاجة مش موجودة قول لي وانا ابدأ احطها. ده RVT، ده امتداد ملف المشروع اهوت. بتلاقي RVT بتاع البروجكت، RFA ده الفاميلي، التمبليت RTE، ودي امتداد برضو مشهورة زي مثلا ملف الباك. طيب ال RFT اهوت ده قالب الفاميلي، الريفت فاميلي تمبليت. واول ما تقرب مثلا كلمة تمبليت هيبدأ يشرح لك ايه هو التمبليت. ده ملف فارغ بالاعدادات والبيانات الاساسية مثل الوحدات اليونت واعدادات الطباعه والتصدير. والريفت ده برنامج من برامج نموذجه معلومات البناء وبيستخدم للمعماري والانشائي والكهرومكانيكا. فزي ما انت شايف القاموس الحمد لله كل يوم بيتطور عن اللي قبليه، وان شاء الله قريب هتلاقي كلمات كتيره جدا. ولو في اي كلمه مش موجوده ابعت لنا نضيفها ان شاء الله.